إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أثنى الله تبارك وتعالى على عبده نوح فقال جل وعلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وأثنى الله تبارك وتعالى على عبده إبراهيم قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وقال موسى لقومه إن تكفروا فإن الله غني عنكم قال موسى لقومه يقول الله تبارك وتعالى لئن شكرتم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقسم الله تبارك وتعالى الناس بين شكور وكفور قال جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشار نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فعباد الله تبارك وتعالى الناس الذين خلقهم الله تبارك وتعالى إما عبد شاكر وإما عبد كفور الشكر لله تبارك وتعالى اعتراف بنعمته ونعم الله تبارك وتعالى على العبد لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وجودك نعمة من الله تبارك وتعالى ما أعطاك الله تبارك وتعالى من قلب وسمع وبصر وحس وكل جارحة فيك ينعم من الله تبارك وتعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون طعامك وشرابك ولباسه وزوجته وأولاده نعم من نعم الله تبارك وتعالى فهو الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من الطيبات أخذ الباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون النظر في نعم الله تبارك وتعالى ونعمه على العبد من الشكر ان تنظر الى هذا وان تعلم ان كل نعمه بك وباحد من الخلق انما هي من الله تبارك وتعالى وكان النبي يقول اللهم اصلح لي من نعمه او باحد من خلقي فمنك وحدك لا شريك لك من يطعمنا من يسقينا من خلق لنا كل ما نحن فيه نتخلف فيه انما هو الله تبارك وتعالى فلينظر الانسان الى طعام انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم وقال جل وعلا كلا لما يقض ما أمره
عبد الكفور. لا يستطيع إنسان أن يقابل نعمة الله تبارك وتعالى بكفية، ما في مكافأة لنعمة من نعم الله تبارك وتعالى. لو أقمت عبادتك كلها في مقابل نعمة واحدة من نعمة البصر، من نعمة الله عليك، نعمة البصر، لما كافأت. والله تبارك وتعالى لا يريد منا أن نكافئ نعمه سبحانه وتعالى، إنما يريد من العبد أن يعترف بنعمة الله عليه في قلبه، ثم أن يشكره بلسان. الشكر باللسان، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمله عليه، ويشرب الشربة فيحمله عليه. وكان النبي إذا فرغ من طعامه يقول: الحمد لله الذي أطعمنا هذا الطعام من غير حول منا ولا قوة، فلا حول لنا ولا قوة أن نخلق هذا الطعام وأن نرزقه، إنما هو خلق الله تبارك وتعالى وتيسير الله ورزقه سبحانه وتعالى. يلبس الثوب فيحمد الله تبارك وتعالى عليه. فالعبد الشكور لنعم الله تبارك وتعالى هو الذي يرى نعمة الله عليه، ويلهج ذكره بشكر الله تبارك وتعالى، حمدا لله تبارك وتعالى وثناء عليه. وأما بنعمة ربك فحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. أما الكفور فإنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ينكر نعم الله عليه، وقد لا يذكر يعني لغيره إلا ما هو فيه من شدة وبلاء وفقر ومصيبة، يذكر المصائب ولا يذكر النعم. فعند فقط لا ينظر إلا ما ابتلي به، والمؤمن حتى ما ابتلي به يعتبر بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. فإن أمر المؤمن كله له خير. النبي يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن إذا أصابته الضراء رجع إلى الله تبارك وتعالى وصبر على هذا، وعلم أن هذا من البلاء وأنه مأجور عليه بكل حال عند الله تبارك وتعالى. فالمؤمن ما من شوكة يشابهها ولا أدنى من ذلك إلا حط له من خطايا، وحمى يوم كفارة سنة. لو حمى العبد المؤمن يوم يعني سخن جسمه سخونة يوم، قال النبي: كفارة سنة. وكان الصالحون من الأنبياء والرسل والصالحون هم أشد بلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أشد بلاء يعني من بقية العباد. وذلك أن أجرهم مضاعف. قال النبي: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل من الناس، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، إن كان في دينه متين يزيد الله من البلاء. وأشد الناس بلاء الأنبياء. انظر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، كم مضى من بلاء، لا يخرج من بلاء إلا إلى بلاء، ابتلي بالمشركين وسبهم وشتمهم وتعبهم واستهزاءهم به صلى الله عليه وسلم، ألوان طويلة من الأذى الذي ناله في مكة صلوات الله وسلامه عليه، ثم هجرة، ثم بلاء متواصل في المدينة من المنافقين ومن المجرمين ومن الكفار، سلسلة طويلة من البلاء، حتى مرضه صلوات الله وسلامه عليه كان يزال له
كل المسعود زرت النبي وهو وليد فرأيته يوعك وعكا شديدا، ومعنى يوعك يعني يتألم من المرض، فقلت له يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال نعم إني أوعك كما يوعك رجلان منك، قلت له ذلك أن لك الأجر مرتين، قال نعم ذلك كذلك. فهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كله يعني كل ما يبتلى به المرء إنما هو من إنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله على هذا المؤمن. أما الكافر فلا، الكافر فلا، كان في نعمة وهو جاهل لها شر عليه، وإن كان في بلاء وهو كذلك كافر فلا يجر عليه ولا يسامع عليه، هذا من الشر المعجل، من الشر الذي يعجله الله تبارك وتعالى كما قال الله فيهم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالذي يقع في الكافر لا يجر عليه من البلاء والمصائب لا يجر عليها، وهي من العذاب المؤجل، العذاب المعجل قبل العذاب المؤجل. أما المؤمن فلا، المؤمن أمره كله خير. لذلك كان العبد المؤمن من صفته الشكر لله، أنه دائما شاكر لله تبارك وتعالى وحامل لله تبارك وتعالى، وفي السراء والضراء. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا قبض الله ولدا لعبد المؤمن يقول الله للملائكة أخذتم فلذة كبد؟ قال نعم، قال أنا لا أخذ. هذا العبد الذي يعني أخذ ابنه منه مات، وفلذة الكبد قطعة من الكبد، هذا الابن خاصة إذا كان وحيدا أو بكرا، قال أن يقول الله لهم ماذا قال؟ قال يا ربي حملك وأثنى عليك، حملك على هذا البلاء، قال ابن عبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. فهذا جزاء، جزاء صبر على بلاء، بلاء عظيم ابتلي به. فعندما يثني الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بدءا بنوح الذي يقول انه كان عبدا شكورا، ابراهيم عليه السلام يقول شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. واذا نظرنا في الحياه الانسانيه لابراهيم عليه السلام نجد انها سلسله من البلاء، سلسله متواصله من الابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. كان أول هذا البلاء أن يلقى في النار، وهو المؤمن وحده عليه السلام، ويلقى في النار وينجيه الله تبارك وتعالى، يخرج من بلده ويهاجر مضطرا، ويكون اول من يطرده ابوه. قال اراضي من انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك ويجرني مني، وهذا امر عظيم. قال له سلام عليه ساستغفر لك ربي انه كان لي حسنا. ثم بعد ذلك يؤمر بان يسكن من ذريته دول غير ذي زرع. ثم إذا كبر ابنه إسماعيل يؤمر بذبح قربان لله تبارك وتعالى، سلسلة طويلة. والله يثني عليه يقول إن إبراهيم كان أمة شاكرا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنهم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذا نظر الإنسان إلى صنيع الله تبارك وتعالى فيه وكان من أهل الإيمان، كان دائما لسانه دائما لاهجا بالشكر والثناء على الله تبارك وتعالى في السراء والضراء. اللهم اجعلنا شاكرين عن عمرك بسم الله عليك. فاتبع الحمد الرحمن صلى الله عليه وسلم.
استغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه بالبر المرجو. حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة ممن كانوا قبله: أقرع وأبرص وأعمى. قال النبي: بدأ لله تبارك وتعالى أن يمتحن ويختبر، فأرسل الملك في سورة الإنسان إلى الأقرع. قال: ماذا تتمنى من الله؟ قال: شعر حسن، فإن الناس قدرتني كرهتني، فمسحه فذهب عنه وطلع. قال: ماذا تحب من المال؟ ما أحب المال إليه؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة وشراب، وقال له: بارك الله لك فيه. وأنتجت هذه الناقة حتى صار عنده وائل من الإبل، وأتى إلى الأبرص. قال له: ماذا تتمنى على الله؟ فقال: أن يذهب عني هذا البرص ويرجع لي يسلم جلدي، فإن الناس قد قدرت، فمسحه فعاد جلده كما كان، جلد حسن. قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة شراب، قال له: بارك الله لك فيه، فأنتجت البقرة وسلم لوالي. وأتى الآن فقال له: ماذا تتمنى يعني على الله؟ قال: ان يرد الله علي وسلم. فمسحه فرجع بصره. قال له: اي المال احب اليك؟ قال: الغنم. فاعطى شاب وقال له: بارك الله لك فيه، اصبح عنده والي كذلك بورك له، كل واحد منهم بورك له في المال الذي يحبه. ثم جاء هذا الملك إلى كل واحد منهم، جاء إلى الأقرع في صورة رجل فقير، وقال له: فقير، قد تقطعت بي السبل وليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك. قال: ما أقدر يعني أبلغ ديرتي وطني إلا بالله يعيني ثم بك. ثم خلوا ناقة واحدة لما عنده أتبلغ بها، فقال له: الحقوق كثيرة. لا 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 علي حقوق كثيرة. فقال له: ألم تكن أقرع؟ فرد الله عليك إن شاء الله، وكنت فقيرا فأعطاك الله تبارك وتعالى بالخير. قال: لا. ها؟ قال: هذا المال ورثته كابرا عن كابر. قال: انا اخذت على ابوي عن جد. قال له: لان كنت كاذبا فيما قلت صيرك الله الى ما كنت، فصيره الله الى ما كان. رجع ثاني، راح ماله ورجع اقرا كما كان، وجاء الى الابرص برضه بصوره سائل السين. قال له: فقير، تقطع بي السبل يعني، وليس لي بلاغ الا بالله ثم بك. قال له: بقره اتبلغ بها. وقال له: الحقوق كثيره. انا رايت زمان وايد الحقوق كثيره لي. فقال له: يا الم تكن ابرص فرد الله عليك يعني جدا، لو كنت فقيرا فاغناك الله تبارك وتعالى. فقال: لا. ها؟ قال: ورثته كابرا عن كابر. كل هذا المال انا ورثته كابر عن كابر، يعني عن ابي عبد الله.
قال أن كنت كاذبا سيرك الله فيما أنت لي. سيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى فقال له نفس الكلام. قال له من خطأ لا بلاغ لي إلا بالله ثم به. شأن أتبلغ بها. قال له أسألك بالذي رد عليك بصرك أن تعطيني شأني. وفي الأولين مرة قال له أسألك بالذي رد عليك جلدك وبالذي رد عليك شعرك. فقال الأعمى تسألني بالله الذي رد علي بصري؟ قال له والله لا أرزقك في شيء تأكل. قال له هذا بيني كل أمان. لا أرزقك يعني إني أضيق عليك في شيء. ما أخذته لله فخذ. فقال له بارك الله لك في مالك. إن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. قال له صاحبيك الأقرى والأبرى سخط الله عليه. هذا واقع وليس مثل يخبر به النبي، وإنما هذا الأمر واقع في من كان قبلنا وحدث به النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مثل أن الذي يعترف بنعمة الله تبارك وتعالى يعرفها ويؤدي حق الله تبارك وتعالى فيها يزيده الله تبارك وتعالى. وأما الذي يتكبر بالنعمة ويجحدها ويجحد نعمة الله عليه ويمنع حق الله تبارك وتعالى فيه فإنهم طولبوا بحق الله. يعني هذا واحد من قطعات الدين. فانظر صنيع الله تبارك وتعالى به. فالمؤمن راجع إلى الله تبارك وتعالى عالم بأنه ما فيه من خير إنما هو من الله سبحانه وتعالى. فإن كان فقيرا وأغناه فالله هو الذي أغناه، وإن كان وارثا وأغناه الله تبارك وتعالى فمن مال الله تبارك وتعالى. فالمؤمن معترف بنعمة الله تبارك وتعالى شاكر له. اللهم اجعلنا كذلك، واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدارنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا.